السلام عليكم جميعا، قناة صوت على صوت تيفي. كما تشاهدون معنا هذه المباشرة اليوم وسط مدينة الدار البيضاء دوت من أمام عربية الزاوية. تشوفوا ناس جماهير ديال جماهير المكناسية اللي تتواجد هنا. كما تشاهدون معنا هنا على هذه المباشرة هذا نتبو من نشوف قناة صوت على صوت تيفي هذا المباشر هذا أمام ملعب عربي الزاوي اللي تشوفوا الجماهير المكناسية هنا اللي تتواجد هنا بكثرة حساب البلاغ اللي نزل اللي الشواء اللي يقراو البلاغ بما أو متابعين قناة صوت على صوت تيفي. كما تشوفوا معنا في المباشر هذا Thank you.
كما تشوفوا معنا متما غنصوروا الاساتذه ديال المباشر هذا الجماهير المكناسيه اللي باغا تدخل الملعب هما سبق نزل واحد البلاغ على قبل الملعب ديالهم من الملعب هنايا اللي شادوا معنا في بغا نصوروا الصوت هذا الاساتذه ديال المباشر هذا بقاو معنا كتشوفوا معنا الجماهير المكناسيه اللي باغا اللي خليكم تبقى نتصور على سات تي في اللي مباشر ان شاء الله تحياتي لكم.